أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو فرض حظر تجوال مجددا في العاصمة الأوكرانية بداية من مساء اليوم السبت وحتى صباح الاثنين. وأعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية في بيان أن المعارك متواصلة لصد الهجوم الروسي في محيط كييف، مشيرة إلى أن خط الجبهة لم يتحرك، وتؤكد قوة كييف مواصلة هجومها المضاد على خرسون جنوب البلاد، المدينة الكبرى الوحيدة التي احتلتها القوات الروسية بالكامل. من مدينة أرهوس الدنمارك، الصحفي المختص في الشأن الروسي سامر إلياس، أهلا وسهلا بك. إذا كيف نصف التكتيك الروسي العسكري على الأرض اليوم، وهذا التصريح الروسي بأنه سيتجه نحو شرق أوكرانيا، هل هو مجرد مناورة أم محاولة لغسل ماء الوجه؟ مساء الخير لك وللسادة والسيدات المشاهدين. أعتقد بأنه هو محاولة من أجل التغطية على فشل ربما بنيت به روسيا في تكتيكاتها في أوكرانيا، حصر الهدف أساسا بإقليم دونباس. نحن نعلم بأن العملية العسكرية التي تم الإعلان عنها في أوكرانيا وهي شعار الحرب، قالت هي عملية عسكرية خاصة من أجل حماية دونباس والمواطنين فيها. لذلك روسيا اليوم تتراجع عن إمكانية احتلال كامل أوكرانيا أو شن معارك في محيط كييف ومحاصرة عدد كبير من المدن، إلى التركيز على الهدف الأساسي وهو إعادة السيطرة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك بحدودهما الإدارية قبل عام 2014، ما يعني أن روسيا لن تواصل بشكل أساسي المعارك في المناطق الأخرى. نحن شهدنا أن روسيا بدأت حربها من أكثر من محور، من ثلاثة محاور. الجيش الروسي بخطوط إمداد طويلة، أوكرانيا دولة مساحتها نحو 600,000 كيلومتر مربع، هناك مسافات واسعة بين المدن، هناك مدن محاصرة مثل كييف، خاركيف، زاباروجيا، وإضافة إلى مريوبل المحاصرة والتي تتعرض لضربات منذ 25 من الشهر الماضي، أي نحن نتحدث عن أكثر من شهر من محاصرة هذه المدينة. لذلك هناك نقص في القوات الروسية، إضافة إلى تركيز جهودها على إقليم دونباس ودونيتسك ولوغانسك لإقناع الروس بأن هناك إنجازات عسكرية. أعتقد بأن روسيا يمكن أن تستخدم أنواع أخرى من الأسلحة وتلجأ إلى تكتيكات تتضمن استخداما أكبر للصواريخ البعيدة المدى، وهذا ما بدأ واضحا في الأيام الأخيرة. طيب سيد سامر، بالنسبة للعقوبات الاقتصادية وخصوصا استخدام ملف الطاقة كورقة ضغط على روسيا، إلى أي مدى اليوم نجح بالفعل في ربما يعني تقهقر روسيا إلى الوراء؟ اليوم بايدن في لقائه مع الرئيس البولندي في بولندا أيضا يعني ركز على موضوع الطاقة وعلى أهمية استغناء أوروبا عن الطاقة الروسية. نعم، العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا هي عقوبات الأقصى ربما التي تم تبنيها ضد دولة في العصر الحديث، ولذلك كان لها أثر كبير. لكن حتى الآن المتنفس الروسي الوحيد ربما هو عدم فرض عقوبات على قطاع الطاقة. عندما تقول الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تستغني عن الطاقة الروسية، الغاز والنفط الروسي، فإن لديها بدائل محلية وبدائل سريعة ومباشرة من أجل تعويض النقص من النفط الروسي ومن الغاز الروسي. ولكن الحديث مختلف تماما في أوروبا. ألمانيا على سبيل المثال تعتمد بنحو 55% من حاجاتها على روسيا لتلبية الغاز، وألمانيا هي أكبر قوة اقتصادية وبشرية موجودة في الاتحاد الأوروبي. هناك بلدان أوروبية تعتمد بنحو 100% على روسيا في تأمين احتياجاتها من الغاز والنفط. لا أعتقد بأن الجانب الأوروبي قادر على المدى طيب المنظور. إذا كان ذلك سيد سامر، لماذا تصر الولايات المتحدة على ورقة الطاقة، أم أنها تحاول أن تدخل روسيا في حرب استنزاف؟
هي تدخل روسيا في حرب استنزاف من أكثر من موضوع، هي بمواصلة تزويد الأوكرانيين بأنواع متطورة من الأسلحة، هي تدخل روسيا في حرب استنزاف، وكان بايدن قد تعهد بأن روسيا سوف تبنى بخسارة استراتيجية نتيجة حربها على أوكرانيا، ولذلك هي تسعى إلى حشد الغربيين في موضوع الطاقة نظرا لأنها لن تدفع الثمن الباهظ. هي تريد المساهمة حاليا بنحو 15 مليار متر مكعب من الغاز، ولكن هذه أقل بنحو العشر من حاجة أوروبا التي تستوردها من الجانب الروسي. ثانيا، لا يوجد أي منتجين حقيقيين لديهم فوائد في الإنتاج تستطيع تغطية النقص في حال قررت روسيا وقف الإمدادات أو في حال قررت أوروبا التراجع عن صادرات الغاز الروسية. فيما يخص النفط، السوق ربما يكون أكثر مرونة، وربما تستطيع أوروبا إيجاد بدائل وإن كانت صعبة. نحن أمامنا الآن إمكانية عودة إيران إلى السوق النفطية بإبرام الصفقة النووية مرة أخرى، علما بأن روسيا ربما عطلت عقد هذه الصفقة بطرحها بعض المطالب. هناك إمكانية لأن تعوض دول مثل ليبيا، الجزائر، وحتى الآن هناك موقف ربما يكون ثابتا من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات بعدم تجاوز اتفاقية أوبك بلس والاستمرار بضخ الكميات المتفق عليها، ولكن يمكن بضغوط إضافية أن تسمح بتغطية السوق، وهذا وارد في هذا العام. لكن في موضوع الغاز، قطر هي أكبر المنتجين أو المصدرين. مشروع زيادة الصادرات، الإنتاج والصادرات من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن، هي سوف تنجز في عام 2026 بدخول حقول جديدة وزيادة الاستثمارات في حقل الشمال والإنتاج منه. لذلك من الصعب تعويض هذه الكميات. الولايات المتحدة الأمريكية غير خاسرة بشكل أساسي من العقوبات المفروضة على روسيا، نظرا لأن علاقاتها التجارية مع روسيا أقل، استثماراتها أقل، ولكن الخاسر الأكبر ربما هو الجانب الأوروبي. الأوروبي نعم. طيب سيد سامر، اليوم نعم زيلنسكي في الدوحة لوح بورقة الأسلحة النووية، وبالتالي هل بالفعل يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية اليوم، أم هي مجرد مناورات، أيضا مناورات تكتيكية؟ يعني استكمالا للفكرة، أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للتضحية بمصالح الأوروبيين جميعا من أجل حرب روسيا، والتضحية بكل أوكراني من أجل إيقاف روسيا ومنع عن أهدافها. ولذلك أعتقد بأن الحرب الروسية على أوكرانيا هي حرب غير عادل، وفي المقابل فإن الرد الأمريكي هو غير عادل، وهو ينبع أساسا من مصالح جيوستراتيجية لهذا الطرف أو ذاك، وليس من أجل دعم الحق. فيما يخص الأسلحة النووية، أعتقد بأن الجانب الروسي بعقيدته العسكرية هو يتيح استخدام هذه الأسلحة في حال تعرضت روسيا أو حلفائها إلى ضربة نووية، في حال أيضا في حال توجهت تم ضرب روسيا بأسلحة تقليدية يمكن أن تؤدي إلى أضرار كبيرة، ولهذا يمكن استخدامها. لكن استخدام هذه الأسلحة أعتقد بأنه محكوم بمعادلة بأننا على أبواب حرب عالمية ثالثة، وحينها لن ينفع أي ندم، وسوف تتطور الأمور بشكل سيء. لا أعتقد أن روسيا تريد ذلك. إذن هي صراع موازين قوى يبدو. من مدينة أرهوس الدنمارك الصحفية المختص في الشأن الروسي سامر الياس، شكرا جزيلا لك.